السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. وزارة التربية الوطنية تدخل على الخط بعد انفجار بطارية هاتف في وجه تلميذ. تناقلت عدد من الصفحات الفيسبوكية مقطع فيديو تتحدث فيه سيدة بخصوص تعرض ابنها لإصابة في عينيه جراء انفجار بطارية هاتفه المحمول بينما كان يتابع دراسته عن بعد. ودخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس على الخط بعد توصلها بالخبر، حيث باشرت إجراءات المواكبة الصحية مشيرة في بلاغ صادر عنها إلى أن الأمر يتعلق بتلميذ يتابع دراسته بمستوى الثانية بكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض بثانوية العرفان التابعة للمديرية الإقليمية لتازة. وفي هذا الصدد تم التنسيق باستعجال مع إدارة المركب الاستشفاء الجامعي بفاس، والذي عبر عن استعداده لاستقبال التلميذ ومواكبته بقسم أمراض العيون. كما تم إخبار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالحادث، حيث أمر بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة صحة التلميذ. وتابعت الأكاديمية أنه ونزولا عند طلب السيد الوزير فقد وافقت شركة التأمين المدرسي استثناء اعتبار النازلة حادثة مدرسية، وبالتالي الالتزام بالتكفل والمتابعة المباشرة لجميع إجراءات التطبيب للتلميذ ضحية الشاحن. وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس تتابع حالة التلميذ الذي خضع لفحص طبي بمصحة للعيون بالرباط، وهي في تواصل مستمر مع أسرة التلميذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.